كتير ضيق وصغير، والله العظيم بمل لحالي، وهاد بضل مع رفقاته كل الوقت لحالي، وأوقات بقعد بتفرج على التلفزيون. شو رأيك تشتري لنا بقى بيت كبير؟ شو يعني بضل أنا أجي لعندك؟ عم بتعب كتير، وكمان تعبت وأنا أجي بتاكسي. شو هالحالة هي يا ربي؟ لو ساكنة قريبة عليكي غير، شو رأيك؟ لا تخافي. أهلي؟ صاير شي؟ وين بابا؟ أبوكي هلأ مانو بالبيت، راح لحتى يزور مصنع حيدر أباد، واليوم رح يضل هونيك. بس أنتو ليش هيك أجيتوا فجأة؟ هاد بيكون بيت أبي، يعني بيتي، فيني أجي بأي يوم بأي وقت بدي إياه. أكيد لما أنا بدي أجي ما في داعي إني خبرك أو أخذ إذنك. ما هان جد؟ بس للأسف أبوكي هلأ مانو بالبيت. إذا بدكم فوتوا لجوا وارتاحوا، أنا هلأ رح أبعت لكم الشاي وبعمل لكم شي تاني. شاي منيح ولا شو؟ ليكي اسمعيني منيح. خلاص بيلا، الأحسن نجي وقت يكون عمي موجود بالبيت. بس هي أنا قلت خلاص، ما عاد رح أتحمل زل أكتر من هيك. بس صارم خليني أحكي. الله معكم. شازمة، من وين طلعوا لنا هدول هلأ؟ صارم استنى بس شوي، شو ما شفتها كيف قاعدة هي وعائلتها وأخذة راحتها على الآخر؟ وسارة هاد بيتها والمفروض تكون هي اللي قاعدة فيه. اسمعي، هذا مو زنبون يا بيلا. شو قصدك؟ من حق على شازمة تسكن بهالبيت، والحق على سارة. لو سمحت سارة لا تحكي على أختي بهالطريقة. يلا خلينا نروح، ما في لزوم إنه نضل هون، منحكي لما يرجع عمي. والأحسن برأيي نشوفه بالمكتب، رح ناخد راحتنا. يلا لنروح. يلا تعالي.